نعم، فما نتكلم شيء كثير لأن ستتحدث المسرحية عن نفسها، فحضوركم وحضور الجمهور الكريم وحضر وشجع المسرحية، فنقدر نتكلم لك عليها ببساطة. فهي قصة وحكاية جميلة ألفها الفنان والأستاذ خالد ديدان، قصة العالية اللي حبت تعرف الزوج أو خطيبها واش هو رجل مزيان ولا سيء، فلعبت هذه اللعبة هذه وحاولت تستعن بثلاث أشخاص اللي هو الرادي جعفر عنيفة، فتقمصوا أدوار نسائية باش يدخلوا للعالم اللي كيعيش فيه ذاك مالك، ولكن في الأخير كنكتشفوا على أن ذاك عنيبة هو اللي صنع هذا الشيء كله، ومالك هو إنسان شريف وعفيف. يعني هي لعبة حكاية تجسدت فوق خشبة المسرح بهذا الشكل اللي شفتوه انتم. ايوا فرحة كبيرة ما نكذبش عليك، تغمرنا في يعني شكرا مرة أخرى لمسرح محمد الخامس، شكرا لهذه الشركة اللي فكرت أنها تنجز هذا العمل هذا بشراكة مع مسرح محمد الخامس، وشكرا لأنهم جمعوا هذه اللمة هذه، عبد الله ديدان، عبد الكريم شبوبة، حمزة ولمياء، عاد الخشبة مرة أخرى باش يقدموا المسرح. المسرح راه هو البحر ديالنا اللي كنستنشقوا منه حنا بحال الأسماك، فهمتيني؟ يعني الحمد لله العودة راه ماشي غير للجمهور، حتى للفنان، حتى لكم انتم الصحافة، حتى لكل الناس اللي عندهم ذاك الهوس والحضور للأعمال المسرحية وشجوعها. فعلا فالرسالة طبعا خصها تكون عندها واحد العبرة، عندها حكمة، عندها أشياء، فحاولنا لأن دابا تبارك الله السي عبد الله ديدان خدا هذا المشعل ديال الإخراج وحاول يشغل على مدارس، على قواعد في المسرح اللي لاحظتوها معايا بعض الدروس، كل مرة تنتقل من شيء لشيء، فجات هذه الفكرة ديال الروتين اليومي كذلك كما جاء أشياء كثيرة في المسرحية حاول يتطرق لها في المكان المناسب. دليل هالحضور الكريم، وهذا أول عرض بهالحضور الكريم، فيجي إن شاء الله، علاش ما يجيش؟ يجي ويحج. أنا عندي ناس أقسم لك يمين تنشكرهم بزاف من هذا المنبر، جاو من تيزنيت، جاو من فاس، جاو من قنيطرة، جاو من الدار البيضاء، هما مساكن وقبطوا التران، هو من تيزنيت، ها هو معايا، ها هو فنان هذا من تيزنيت سي رشيد، وجا من تيزنيت، والله العائل العظيم، باش يشوف العمل المسرحي. مازال داك الشيء حنا مثلا، انا الاعمال اللي تنشتغل عليه حاليا هو المسرح الوامان شو ديالي شاروخ الماروكان، ومقبل على واحد التجربه سينمائيه ان شاء الله قريبا، كنا غادي نفصحوا عليه هذاك الشيء، ساعات كورونا تعطلات شويه كيسحبنا عام ولا عامين، ضربنا عامين ونص، لقينا راسنا ما تنقدوش نديروا حتى شي حاجه. تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.